مشاهدينا، بعد هالفيديو هذا اللي كان جامع لكل الموديلات لموديلات الأظافر ل 2018 صيف 2018 اللي عالم الفن نبقى بيه، نبقى داخل عالم الفن ولكن فن من نوع آخر، فن الكاريكاتير، وهذا الفن اللي ينقد النقد الساخر ولكن نقد بناء، وبالتأكيد بوجود جواد. يسعد صباحك يا جواد. شو الأظافر اللي جات؟ شفت يعني الفن رسم يعني فنانين على لوحة صغيرة يعني. بالضبط، هي لوحة صغيرة وبدقة، والأدوات مالتها أنا قلت مثل أدوات الرسام بس أدواتها مثل الأبر، كلش دقيقة وكلش ناعمة. ناس عندها يعني خلق تضيع وقت على فكرة، يعني أسعار خيالية يعني، ها تتخيل بالصالون فلتتعلم يعني توفر على نفسه حولها. يعني كمان الله وكيلك، أقل رسمة ب20,000 العادية يعني تصبيغة أظافر على فصين 20، أما الباقيات 40 و50 أعطيكم الأسعار الموجودة عندنا. باليمس يجيني أظفرين يعني تخيل حلوين 40,000 حلوين على الايد، على الاظفرين، على الايد، على الايد يعني. كاظفر لا يعني على الايد يعني، مو كل اظفر يعني اكيد مو كل اظفر، فكل رسمه لها يعني لها سعرها الخاص، بس فعلا فن الواحد حلو يعني يحترمه. راح تدرب هيك ارسم الموناليزا تعرف؟ ممكن ترسم لوحه صغيره مصغره على ايد؟ ممكن؟ طبعا. حلو يعني واحد. نستثمرك، لازم نستغلك. قبل ايدك مد ايدك. انت لليوم ما راسم لي توسل بيك لك 4 سنين ورسم لي كاريكاتير الي ما تقبل. لا بس عم رسم لك لوحه ما؟ ايه ان شاء الله. مميزة ان شاء الله. صار الماده صار الشكل. صار لها لا جوالك عن جد؟ كان شتاء تقريبا. لا شرط نبلش فيها لا. يعني بس والله شفتي رمضان وقصص يعني الواحد ما خلص رمضان اجى الحار والله والدنيا حاره وما نقدر. شلونك يا الحر؟ منيح. هاي السؤال اللي هسه واحد بس يسلم على واحد يساله مباشره سواء بالتليفون يشوفه، شو اخبار الحر وياك؟ شو مسوي حر؟ والله يعني لما بتشوفي مصايب غيرك بتكون عليك مصيبتك، انه مثلا باقي المحافظات ما في كهرباء، ما في مي، ما في مقطوعة كليا، او تقول هو الحمد لله. انا ما ضحكني غير يقول لك بكندا اعلنوا حالة الطوارئ، درجة الحرارة 37 وعدد كبير من الناس بدها تموت بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وصور الناس بالنوافير 37 طبعا يا سيدي احنا يعني الشتاء العيد يعني. حتى اصدقائي اللي راحوا على اوروبا هيك بيقولوا انه صحيح مثلا درجة الحرارة تقول مثلا 30 بس بحسوها بالشوب اكثر من لما كانوا تعود. انا اتصور يعني احنا مدبغين هيك الجسم مدبغ يعني تعودنا الرطوبة. لا تنسي يعني على الاقل احنا بلادنا جافة نسبيا، ما فيها الرطوبة، جافة جافة الحمد لله يعني. الانهر يعني الرطوبة دباحة يعني، الانهر بدها تعاني، طلعت العظام مالتها، هاي شايف البواري جوا النهر طلعت حرام، لانه شفتي تركيا ساوت سد وللمرة الثانية نسد السد. والغريب يا سيد انه اختاروا اصعب الشهور اللي يعلن فيها السدود، يعني وهي على اساس بلاد مسلمين ولازم يهتموا بخطوهم كذا هيك. من وين احنا يعني من وين يلاقيها العراقي حتى يلاقيها؟ يعني طبعا انه بهالظرف الضيق يعني بصرف النظر، ما انت عم تقولوا نحن ما لنا علاقة بالشعوب والشعوب ما لها علاقة فيها ونحن ما ندخل نحب الشعوب هيك، انتوا رحتوا سددتوا يعني. وبطريقة لو كان العراق دولة أقوى من هيك ومهتمة خارجيا بهالقصة، هاي القصص خارجة عن صح كل القوانين الدولية، كان خافوا منه طبعا. ولكن للأسف يعني لو العراق تهدد فقط بأنه يقاطعوا البضايع اللي عم تجيهم مثلا السوق تبعهم يسكروا بيجي، للأسف كل اعتمادنا على البضاعة التركية من البسكوت والعلش اللي هالقد لحد اخر قطعه اثاث بالبيت احنا تركي. صح، فللاسف ما في احترام مع الاسف بهالازمه الناس بالمي يعني. وهي الشغله مو انه من نيه سيل، حتى لما دوله تعمر سد في قوانين طبعا، في حصص مائيه لكل دوله، لا ما من حدا ياخذها. تخيل انه ولا يعني مجلس الامن بيتدخل وبصير في انه عندنا ازمه مي. للاسف
بلاد الرافدين يكون في مع مع نفسي. كل الاسف البارحه دا اقرا على الفيسبوك احد الناس يعني اللي وياي على صفحات الفيسبوك ما يعني ما اعرفهم اني بشكل شخصي بس متابعين من محافظة كربلاء يعني كاتب استغاثة انه يا ناس يا عالم الله يقبلها بكربلاء ان اربع ايام ما عندنا كهرباء نهائي وما عندنا اكيد مي لان كهرباء ماكو بيش نسحب يعني دي ناشد انه يا حكومة يا ناس يا مختصة كربلاء صار لها اربع ايام محافظة اكملها بدون كهرباء مع انه كربلاء مدينة لها خصوصيتها لازم الاهتمام فيها كثير يكون طبعا يعني سياحه دينيه بها يعني البصره المدينه الغنيه بتلاقيها بلا مي بلا كهرباء بغداد العاصمه ما فيها تمام يعني مأساة يعني قلت بدايه الحلقه جواد ما حكيت قلت خليجي جواد نحكي عن معاناه المواطن العراقي خلال اليوم بسبب ارتفاع درجه الحراره يعني الحياه الطبيعيه اللي يفترض يعيشها الانسان كل يوم حياتنا يعني اللي دا نعيشها احنا جواد تمام. عباره عن انه ما دا ننام يعني هاي مو يعني هاي اني وكل الناس اللي دا تحكي وياهم الكل نفسيته تعبانه الكل عصبي الكل ما دا يتحمل بعض الناس متوقفه تقريبا حياتها واعمالها واشغالها ايه؟ تشوف ماكو حركه لحد بعد الساعه 6 طبيعه الحياه يعني يعني لا تقدر تروح سوق لا تقدر تمارس حياتك الحراره يعني سبحانه وتعالى هسه احنا نقول هاي من الله ولكن الحياه داخل البيت احنا دا نحكي هسه ارتفاع درجه الحراره ولها مثل ما يقولون مسبباتها ومن 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 الخالق ما ان بيها يد بس بصراحه الاشياء اللي تصير واحنا عايشين بالبيت لا هذا الموضوع يفترض انه يعني كافي سنوات العراقي معاني الحكومه عادة تحط حد لموضوع انه الانسان داخل بيته كل شويه تنقطع الكهرباء الوطنيه تجي مثل الترافيك لايت بعدك ما مشتغل الجهاز يا جواد ما نافض الثلاجه بعدها ما نافضه ما مشتغله ترجع تنطفي طبعا ناهيك عن حرق كثير من الاجهزه الكهربائيه بسبب انه يجي التيار الكهربائي قوي بعدين ينخفض كلش بعدين يرجع يجي مره ثانيه قوي او الجهاز ما يعني ما يتحمل ما يقدر يشتغل بطاقته اللي هو يعني مبرمج عليها نوم ماكو لان سهرانين شو وقت نسحب مي سهرانين نازمين خفاره على موضوع انه اجى المي خلي نسحب المي على جيه الكهرباء الوطنيه لا جزء على جيه السحب بالمقابل تي فعلا قبل شوي انت عم تعاني من المي بنايه كلها عم تعاني او هالجهه كلها عم يعاني من المي المقابل جايك فجار لاقي له اليه أي. يعيش بيها بترف انت تباوع عليه المي اللي عم يهدروا مشان يشطف الباب وكذا مصيبه اني اعصابي يعني ما اعرف شلون لازمتها اكو ناس جايبين هذا الماطور اللي هو مال المزارع اللي كبير جدا اللي يسموه الحرامي ماطور غير عادي فهذا بقوه شفط يشفط يعني ياخذ منك انت ما تقدر تسحب وهذا الاخ الجار يكون حاط بدل التانكي اربعه وخمسه فيترس تانكياته وجايب مسبح للجهال بالطرمه المسبح ما ادري ايش قد ياخذ بعدال ثلاث تانكيات وانت قاعده تتحصر طافي مبردتك لانه مبردتك ما بيها مي انت تشغلها هاي حياتنا انا احكي لكم واقع حالنا يعني احنا ببيوتنا هالشكل هسه احنا هيك يخلص وترس هذني يطلع يغسل الشارع يغسل الشارع ويغسل السياره ويرش لانه هو مستمتع بحاله الرش لمده ساعه برا على الباب طيب يعني ارحموا بعض وبيعرف انه في يعني حسوا ما في حدا بعض. ما عارف انه في نقص بالمي معقوله يعني مدى تشوفنا انه احنا للاسف هو نفسه هذا بتفتح تمه بلاقيه بيحكي لك عن اخلاق وبيحكي لك عن الدين وعن النبي وصاك بسابع جار وما بعرف شو لا اكو يعني طريقه له تساله تقول له اقول لك المي همينا مثلنا مدى تسحب اي والله شو اسوي اي احنا همينا ماكو مدى نسحب وانت كل الزين تعرف انه هو ساحب مي ليل نهار ظهر صبح 24 ساعة هو ساحب مي يعني الدول الثانية ما عم ترحم الجو ما عم يرحم نحن ما بنرحم واحنا ما درسنا الحكومة ما عم ترحم فلاقيها لتلاقيها فشلون راح يعني نمشي حياتنا اذا يا جماعة يعني بكل الاديان الجار قبل الدار والجار هو وهدر المي يا اسيل اكثر من اخ واكثر من من من
ليش نحن من اقاربك لانه صحيح. هو اكثر شخص ملتصق بك ليل نهار. نحن ليش مستهينين بقصه هدر المي ابدا ما عندها يعني تمام نهائي. يعني تلاقي احيانا مثلا واحد واقف قدام السياره وفي يعني مثلا بقع على السياره فهو ماسك او ترك السونده وفات ما ادري يحشي موبايله فات يجيب شغله برا وهي وحدها تجري السونده صحيح. في حين اكو نبات دا يموت مثلا من قله السقي المي، اكو عالم دا تموت بعدها مي، واكو ناس دا تقطع من يعني من خبز جهالها حتى تعبي مي. صار طبعا هذا ما عدا اذا نريد نحكي موضوع اخر وحلقه اخرى استغلال جماعه تعبئه هذول تانكيات المي، شلون صعدت اسعار تعبئه التانكي مال المي من 10 لو 15 ال 20 والله هي ازمه مي يعني منين اجيب لك؟ مو من تخابره يتدلل عليك طبعا. صار سعر التانكي يا جواد 20,000، فتخيل المواطن العراقي منين راح يجيب وشلون يلحق، وصاحب البيت والعائله اللي ابنك يعني اللي الواحد يريد كل يوم بهذا الصيف اقل شيء يسبح برا بهذا الضيم اللي احنا عايشين بيه بهذا الحر اللي احنا عايشين بيه. زين اذا يريد واحد كل شويه يغسل، اذا يريد يطبخ، اذا يريد يفوت الحمام، يعني كل واحد كل بيت يستهلك تانكي تقريبا باليوم صحيح. فتخيل انه يعني ممكن تطلب مثلا من جارك، احنا واصلين هالمرحله انه يابا اوكي انت دا يجيك المي خلص وانطيني، يقول لك لا انقطع بينبسط بفكره انه انت محتاجه ولا لا، يعني ما اعرف يعني يخافون من العين، يعني يخافون يعني ما اعرف. حتى إذا تروح تشتكي للأسف ما عندنا قوانين تحاسب مثلا هذا الشخص الحاط هذا الماطور الضخم اللي ساحب من المحلة كلها مأثر عليها، لأنه هو هذا الماطور ماطور مال المزارع فيسحب بقوة، فأنت من تجي تفتح الحنفية مالتك تيجيك هواء وتظل تسحب طبعا عن طريق البام، ينكسر بيدك البام وانت بعدك بدك تسحب الهواء لأنه كل المي هو يمه، فانت كل التمديدات مالتك مال البواري هوان داش راح شرح دقيق لين عاشتها طبعا للمعاناه. فيقال اليوم أي يقال اليوم انه حتكون درجه الحراره 51. شكرا اعاننا الله يعني، والحياه تستمر والدوام مستمر ونشرب شاي حار عادي احنا مستمرين راح نعيش غصب عندنا احنا حنعيش حنعيش مقاومين هنا شعب العراق. الغريب انه لاكو يعني مثلا منع تجوال، لا هالامور متجاوزيها يعني السالفه عندنا اياها كلش طبيعي. منع تجوال بدك الناس تضل ببيتها الشهر كامل؟ لا يعني اوكي مثلا اللي بارادته يريد يطلع خليه يطلع، بس يعني دوام الموظفين يا تجوال شنو الموظف؟ لك منيح بالوظيفه في كهرباء وفي مي اوكي وبالروحه وبالرجعه حلوين. سبالتات السيارة ترى مو كل الناس عندها السيارات وسبالت، اكو ناس بعدها لحد الان تركب بالسيارات بالنفرات على ما توصل طبعا اكيد مثلا انا بتسلوا احسن ما يضل بالبيت وشو بسيط والله هيك الناس المسؤولين يقول لك نسبة الطلاق ارتفعت هالايام واحد من الشباب واحد من الشباب مرته يلا اعطني كيلو طماطه بعد شوي نسيت خبرك بدي سال الجلي مثلا إيه الواحد روحه يعني واصله فهو على الباب هيك نسيت خبرك بدي طالع انه يقول لك العصبيه واصله حدها، انه فعلا هي ارتفاع درجات الحراره تخلي الواحد متوتر وعصبي وبحاله مثل يعني ما اعرف انت هم مثلنا جواد، احنا كنا هيك صايرين الناس ما تحب تشرب بس مي وما حد يشتهي ياكل، يا تحكي يقول لك نفس الشيء سهران منايم عيونه من بعض اكيد في حال بعض صحيح يعني الكل ما عدا طبعا باستثناء اكو طبقات معينه من الناس هذول اللي يعني ما حاسين انه ايش دي يصير بالعراق طبعا ما حاسين ايش دي يصير، يعني هذا اللي ساحب له 20 25 امبير يشغل بهن السبالت بالبيت وما يهم عادي انا ايش قد راح تجي الفاتوره مالت السحب بنهاية الشهر، وأكو ناس عندها أصلاً مولدات كلش ضخمة خاصة بيها ببيوتها، هذول أنا أتصور ما حاسين بحياة المواطن العادي أو المواطن المتوسط خلينا نقول بالدرجة أو متوسط بحياته الموظف أو الإنسان العادي اللي مثلنا يعني صحيح. نروح نعيش بالضياع والله أحسن إذا بقت ضياع يعني قطعوا عليها المي يعني
اذا عندنا ازمه مي مين يسقي النبات؟ ما تقول لي وشلون الواحد يمشي اموره؟ اي صحيح. انت شنو بدك ترسم عن ارتفاع درجه الحراره؟ ها لا شك فارض حال الموضوع جدا. لا يعني اي واحد تحكي وياه بعد السلام شلون اكو الحر، او مثلا تقول له شبيك يا اخي شبيه، يعني مدى تشوف مدى كلها هو حديث يومي. معاناة يعني عامة لا شك، يعني ما في حدا ما بيعاني منها، حتى لو كنت الا ما تطلع من البيت. مستحيل لا جواد، وحتى البيت يعني ترى مو كل البيت بنفس درجات الحرارة طبعاً. يعني انت غرفة واحدة مبردها وقاعد، تطلع من هاي الغرفة تصعد فوق او تفوت للمطبخ خط الاستواء اي يعني خط الاستواء، يعني الله يعين ام البيت طبعا اللي مضطرة تطبخ وتطفي البنكة والكذا على مد الحرارة، وعن جد معاناة. والاطفال والمرض اللي دا يصير والتهاب الامعاء بسبب كثرة الايس كريم والاشياء يعني مشكلة التلوث الموجود اصلا في شهرين زمان بيخلصوه. خلصنا احنا حدا نضل عايش نحن نتجاوز هاي المرحلة. قاوم بهاي الشهرين يعني معناته خلص اموره بالتمام. لازم نعمل افلام مثل مواطن عراقي ببصمة لازم يقاوم. بالنسبة لك الشعب العراقي مقاوم والله بده يقاوم لحتى اخر رمق ضد السدود ضد الحرارة ضد يحاربونا من كل النواحي والله في هيك حتى طبقة الاوزون والله في هيك للاسف يعني كان الله بالعون. خلينا جواد بوقت البرنامج لانه انتهى، خلينا نشوف معنوني من يعني حتى شمس مدى اطيقها، حتى بالرسم مدى اتحملها. بعد بدي عندك اي والله حاره. خلي تاخذها الكاميرا لرسمه جواد ونشوف. سامع متشمس؟ يا سامر. سامر رد علي. سامر ضربتها الشمس. شفت متخانين شمس ضربته هو ضربها وردوا على بعض هيك يعني. يقول لك ضربة شمس تضربك بس ما تقدر ترد الضربة. انت عمل شمس فرحانة. اوكي. الحرارة 51 الشمس سعيدة بحياتها جدا بالانجاز الفظيع اللي عملته. ففي شخص كثير مقهور عم يقول لها يلا شدي حالك شوي تدخلي كلية الطب. بارتفاع المعدل طبعا. كانوا المعدلات الطب كثير عالية. هي واصلة يعني هسه بالبصرة يقول لك 60 فما باقي شيء. اخذي دكتوراه مو طب دكتوراه دغري يعني. هاي على الجامعات الاهلية تفوت. دغري ايه وحتى يمكن تاخذ قبول بالجامعات الأهلية عادي يعني وذا 51 فهي سيرة. يا ساتر يا رب، يعني انصهار تقريبا لدماغ الإنسان. نحن معنا دماغ، نحن شعوبنا معنا دماغ منيح. الحمد لله يعني ولو كنا عانينا كثير يعني. الحمد لله يا ربي، تسلم الأيادي يا جواد. والشعر البلية ما يضحك أشك، هذا هو اللي احنا نقوله وبهال